انا كنا في الحرس، انا كنت بعمل خصل كده زمان، تمام. هو كان لسه كان مفيش شعر حتى الناس كانت بتتكلم على الكوره بتاعتي انا وهو اللي واقفين فيها مع بعض وعمالين يتكلموا، يعني نازل كوميكس بقى الحلاق بتاعك ومش عارف، لكن احنا كنا واقفين بنتكلم فعلا. يعني اتكلموا على ايه بقى؟ انا بقول له، يعني هو بيقول لي احنا شوف من 4 سنين كنا فين ودلوقتي فين. ده في وسط الماتش؟ الماتش شغال، كان حد وقع الشناوي غالبا او حد، فانا لا لا، بقول احكي له لي الحوار ده كامل يعني، حلو قوي. لان انت تخيلوا كده اتنين لعيبه جوه ارض الملعب في وسط مباراه شغاله، كانوا زمايل في وقت من الاوقات في مرحله ابعد بكتير من اللي ما شاء الله وصلوا ليها دلوقتي، ودار بينهما هذا الحوار. احكي لي احمد هاني وامام عاشور كانوا بيقولوا ايه لبعض؟ ما فيش حد كان واقع، فهو جه وقفنا جنب بعض وكده، فعامل ايه اخبارك ايه، فقال لي احنا من 4 سنين كنا فين، قلت له الحمد لله ربنا كريم.